ليلة كان سيدنا علي يفرغ نفسه للعبادة فيها، وكانت من الليالي التي ورد أنه يستجاب فيها الدعاء. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب، وكان يشرفه أي يمجده ويعظمه، فيما رواه أبو الحسن علي بن محمد الربعي بسند رجاله ثقات. أن عروة سأل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم رجب؟ قال نعم، ويشرفه، يصوم في شهر رجب ويشرف هذا الشهر الكريم، وسماه الفرد من بين الأشهر الحرم. وفي الحديث أكثروا في شهر رجب من الاستغفار، فإن لله في كل ساعة منه عتقاء من النار. فإن الله في كل ساعة منه عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من خواص أهلي، اللهم باركنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام. فينبغي كثرة الاستغفار وتحقيق التوبة في رجب. وكانوا يقولون هو شهر البذر إن رجب شهر البذر، وأن شعبان شهر السقي، وأن رمضان شهر الحصاد. من لم يبذر فما يسقي، ولم يبذر ولم يسقي فماذا يحصد؟ فهذا شهر البذر رجب. استغفار وتوبة إلى الله تعالى، وعزم صادق في الإقبال عليه، وتفقد للأرحام والجيران، وأخذ النصيب من الصدقات في رجب، وصوم شيء من أيام رجب ولو 3 أيام إن لم يكن أكثر. ومن استطاع فذبح شاة لله تبارك وتعالى في رجب، فهي عتيرة كما تسمى في ذي الحجة أضحية، ففي رجب تسمى عتيرة. حق على أهل بيت أن يذبحوا شاة في رجب وشاة في كل أضحى على حسب التيسير. و أول ليلة فيها فضل، وكذلك يأتي ذكر الإسراء والمعراج، والأكثر على أنها في 27 من شهر رجب.